حقهم كده يا جماعه تصيفه كبيره قوي 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 قوي. فريق يو 3 سكوربيونز فري ستايل يلعب الكره وهو واقف وهو قاعد والكابتن يسري. هنشوف دلوقتي انا كنت بقول له بتعمل ايه بالجنزه دي؟ كنت عاوز اخدها منه. قال لي لا ده انا بلعب فيها كوره. طلع فعلا بيلعب فيها كوره. فريق والله من نوع متميز جدا 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 على مستوى مصر. بيلعب فيها كنز. يا سلام يا سلام. سقفه كبيره قوي للكنزايه اللي بتلعب فيها. كنزاية طلعت صح يا بيه ولا ايه؟ دي كنزاية مع كورة اهي شايفينها. سقفة كبيرة أوي أوي أوي. لعيبة من نوع خاص. بيسخنوا كل ده، كل ده ما عملوش حاجة لسه. يلا يا كابتن يوسف. يا سلام يا سلام. طبعا اللعيبه دي موظفها في منتخب مصر. جاتيتو لعيبه والله من نوع مميز في كره مش مدورة دي ولا ايه؟ مش مدورة. تأكد بس. الكرة اللي مش مدورة طلعها بره. يا يوسف. دي بره؟ ايه؟ مين ولا اه؟ لحظة واحدة. كمية كبيرة جدا من الكور يا جماعة. نوزع على كل واحد كورة قبل ما نمشي.